بحيرة البجع، حكاية من التراث القديم. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك بحيرة صغيرة جميلة تتوسط بلدة ريفية هادئة مكسوة بالغابات. منذ مدة وهذه البجعات البيضاء تتردد على البحيرة. كانت البجعات تنزل إلى البحيرة عند الغسق ثم تغادرها عند الفجر. كان يعيش في هذه البلدة أمير يدعى سيغفريد، وقد أقيمت حفلة كبيرة على شرف الأمير في ذلك اليوم. لنحتفل بذكرى عيد ميلادك أيها الأمير، لا شك أن الملك والمالكة مسروران لبلوغك سن الرجال في هذا اليوم. رائع، لقد بلغت سن الرجال. هيا نحتفل بذكرى عيد ميلاد الأمير. هيا أيها الرجال احتفلوا معي. يحيى الأمير، يحيى الأمير، يحيى الأمير. كان الأمير يشعر بسعادة بالغة إذ أن الجميع يحتفل بعيد ميلاده 18، وكانت فرحة الوالدين بابنهما لا تجاريها فرحة، فلشدما كانا يحبانه ويعتزان به. شكرا، شكرا والدتي. أجمل التهاني يا سيغفريد، بعد انتهاء حفلنا هذا ستصبح مفخرة الرجال. بعد الحفل؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنك ستختار عروسا لك، فهذه عادتنا أيها الأمير، يجب أن تختار عروسك في الحفلة الأولى يا بني. ماذا؟ لقد دعونا الكثير من الأميرات من جميع البلدان، وجميعهن من أجمل الفتيات، وما عليك إلا أن تختار واحدة منهن لتكون عروسا لك. ربما لا تعجبني أي واحدة منهن. أنت لا تختلف عن باقي أفراد الشعب يا سيغفريد، يجب أن تعمل بعادات هذا البلد طالما ستصبح ملكا عليه، فهمت يا بني؟ حاضر، كما ترين يا أمي. وعلى كثرة الفتيات من حوله إلا أن قلب سيغفريد لم يخفق لأية واحدة منهن. كنا بنظره مختلفات تماما عن تلك التي يبحث عنها. هل ستأتي فتاة أحلامه إلى حفلة الغد يا ترى؟ شيء مستحيل، هذا ما خطر في ذهن سيغفريد، ومع ذلك كان عليه أن يختار واحدة من بين الحضور شاء أم أبى. ما هذا؟ بجعة؟ تلك البجعة في الحقيقة إلا فتاة جميلة ترتدي ثوبا أبيض. انتظري، لماذا هربت مسرعة؟ لماذا؟ أنا لست فتاة اعتيادية أيها الشاب. نعم، ألم ترني بشخص بجعة قبل قليل؟ أنت البجعة إذن، ولكن لماذا؟ أنا الأمير سيغفريد، أمير هذه البلاد، أوضحي لي كل شيء. لما كنت بجعة ثم أصبحت فتاة؟ لماذا؟ ها؟ أنا أوديت ملكة البجع، ولقد أصبحت بجعة بفعل الشرير روتبرد. هذا ما حدث لي بالضبط. كانت أوديت أميرة تعيش في بلاد الشمال، وكان الجميع يحبها نظرا لجمالها وطيبة قلبها. لقد دعيت لحضور حفل أقامه أحد أمراء بلد مجاور لبلدها من أجل اختيار عروس له، فسافرت أوديت لحضور الحفل بصحبة وصيفاتها.
وهناك وقع اختيار الأمير عليها، وتقدم الجميع لتهنئتها باستثناء فتاة واحدة تدعى أوديل. كانت أوديل التي اعتادت المفاخرة بجمالها والاعتزاز به ابنة لرجل شرير يدعى رودبارد، وقد عقد رودبارد العزم على أن يتآمر على سعادة أوديت نظرا لروح الشر التي تسكن قلبه. أنا محظوظة فعلا، الجميع يحبني. الجميع يحبك، يا لك من فتاة واهمة مغرورة، لا وجود للحب في هذه الدنيا أبدا. لقد اختارها الأمير بدلا مني، لما لا تفعل شيئا يا والدي؟ أنا لا أحتمل هذا أبدا، لا أحتمل، لا أحتمل. دعي الأمر لي يا ابنتي، سألقي بها في عالم البؤس وضياع هذه اللحظة. نعم سأفعل ذلك. والآن ستذهبين في رحلة بعيدة هذا اليوم يا أوديت، وسترين بأم عينك إذا كان الحب الحقيقي موجودا في هذا العالم أم لا، وسينتهي غضبي عليك إذا كان موجودا، وعندها سأخسر كل شيء. ماذا تقول؟ الحب الحقيقي؟ لو كان موجودا لما كنا هنا، بل في أعماق تلك البحيرة منذ زمن بعيد. هيا اذهبي بحثا عن الحب الحقيقي في أرجاء العالم كله. وهكذا تحولت أوديت ووصيفاتها إلى سرب من طيور البجع. وهكذا وبعد أن أصابتنا نقمة رودبارد، أصبحنا نعود إلى سابق عهدنا في الليل كي نغدو من البجع في الصباح. فهمت الآن. ها؟ سرعان ما تحولت باقي الطيور إلى فتيات جميلات، ولكن الحزن بدا واضحا في وجوههن. ولكن ماذا حدث للأمير، الأمير الذي اختارك عروسا له؟ لقد تزوج من أميرة أخرى بعد أن تحولت إلى بجاعة مباشرة، أميرة جميلة جدا. شيء عجيب حقا، أين حبه لك إذن؟ ربما كان رودبارد على حق، وربما لا وجود للحب الحقيقي، لقد أذعنت لهذه الحقيقة. كلا يا أوديت، تعالي إلى حفلنا مساء الغد، سوف أختارك عروسا لي، ما رأيك بذلك؟ ها؟ أنا؟ أجل، فأنت الفتاة التي أبحث عنها منذ زمن بعيد. هل هذا صحيح؟ أنا أحبك أكثر من أي شيء آخر يا أوديت. وأنا أيضا أحبك كثيرا جدا. هل أنت متأكد مما تقوله يا سيغفريد؟ أحقا لن تختار فتاة سواها غدا؟ أخبرني هيا، هل تحبها؟ أنا أحب أوديت ولن أختار سواها. سأتذكر جيدا كلماتك هذه ولن أنساها. انتظر أيها الشرير، وإليك خنجري هذا. خذ. لقد صد الخنجر. أيها
أيها الشرير، سوف أحطمك هذا الشرير بقوة حبي. سأنقذ أوديت بإذن الله، سأنقذها. وعانق الأمير أوديت التي كانت ترتعش خوفا وحزنا. هنا يسكن الشرير رودبارد مع ابنته. حقا ما تقول يا أبي، وهل تعود أوديت إلى سابق عهدها، فتاة جميلة يحبها الجميع؟ لا أصدق أبدا. هذا ما سيحدث إذا لم نحسن التصرف. سيختارها سيجفريد عروسا له في حفل الليلة وينتهي كل شيء. ألا تفعل شيئا؟ هل ستتركهما يعيشان بحب وأمان هكذا؟ هل يؤول مصيرنا إلى قاع البحيرة لنعيش لك أبدا؟ أهذا ما تريد؟ لا أصدق أبدا. كلا طبعا، لا داعي للقلق، فلدي خطة محكمة. نعم، خطة تحول دون سيجفريد وأوديت. نعم. وجاء الليل وأوشك الحفل على البدء. سيجفريد أن يختار عروسه من هؤلاء الأميرات الست. لكن التوتر ألم به وأخذ ينتظر أوديت بفارغ الصبر. يجب أن ترقص الأميرات يا سيجفريد، ماذا تنتظر؟ هيا يا بني. حاضر. سيتزوج سيجفريد بمن لا يحب إذا لم تأتي أوديت إلى الحفل. أوديت احضري حالا. وحالما تحولت أوديت إلى فتاة ارتدت ثيابها وانطلقت مسرعة إلى القلعة. بدأت الظنون تساور سيجفريد، وها هو يراقص الأميرة السادسة ولم تحضر أوديت بعد. وحان موعد اختياره لعروسه. في تلك اللحظة عزفت الأبواق معلنة وصول ضيف آخر. أوديت. أيها الأمير. أوديت، كم أنا سعيد بقدومك. هيا. تعرفت أوديت في الحال عليهما، إنهما رودبارد وابنته أوديل. ماذا أفعل؟ إنه يراقص أوديل بدلا مني وهو لا يعلم بذلك. أرجوك انظر إلى هنا يا عزيزي، أنا أوديت أرجوك. انظر إلى هنا. ولكن نظر إليها رودبارد بدلا من سيجفريد.
مصير خطته الفشل إذا ما ظهرت أوديت الآن، لذا أطلق الشرير رودبرد ريحا قوية ليبعد أوديت عن سيغفريد. أمي، أبي، لقد اخترت لي عروسا الآن. ها هي عروسي وقد اخترتها. سيغفريد! سيغفريد! لقد نجحت! نجحت! أوديت! وهكذا وقع اختيار سيغفريد على أوديل. لا شك أن حبك ليس قويا يا سيغفريد. الحق ما تقول يا أبي، فلقد ظنني أوديت. يا لها من خطة دنيئة حقا. لقد كتب على أوديت أن تبقى بجعة في النهار وأميرة في الليل. يبدو أن أوديت في خطر، يجب أن أحارب هذا الشرير مهما كلفني ذلك، يجب أن أنقذها. وانطلق سيغفريد مسرعا نحو البحيرة لعلمه أن رودبرد سيكون هناك مع أوديت. اخرج يا رودبرد، لقد أتيت إليك متحديا، اخرج وقابلني حالا. هيا! أنت خاسر لا محالة يا سيغفريد، فأنا قبلت التحدي. أرجوك انتظر يا رودبرد، أرجوك لست وتمة بما سيحدث لي، أرجوك لا تقتل، أرجوك لا تفعل سيغفريد. كم كنت غبيا لأنني لم أكتشف المؤامرة، ولكن حبي لك لم يتغير. سأقضي على رودبرد الشرير ولو كلفني ذلك حياتي. سوف أنقذك يا حبيبتي، سأنقذك. لا تفعل ذلك، فلم يستطع أحد أن يهزمه من قبل. لن أتركك تجازف بحياتك. لا. سوف أرسل بكما إلى العذاب سوية. انتظر يا أبي. ماذا تريدين؟ لن أتمكن من تعذيبها إذا ماتت يا والدي، سأنتقم منها بمعرفتي. هذا صحيح. سنبقي على حياتك إذا قبلت بالزواج مني يا سيغفريد، فلا أظنك تفضل أن تموت من أجل أوديت. إني أختار الموت على أن أفقد أوديت، أختار الموت. كلا، لا تفعل، ليتني لم أكن هنا. سيغفريد! أوديت! أنت الآن ملك لي، تعال هنا يا حبيبي. كيف لي أن أعيش بعيدا عنك يا أوديت؟ كيف؟ ولكنني سأذهب معك، انتظريني. أوديت! أوديت! يا إلهي، غير معقول. أمر غريب فعلا. هذا هو الحب الحقيقي، الحب موجود إذن. وهكذا تحول الشرير وابنته إلى حجرين وسقطا في مياه البحيرة الهائجة، وبذلك خسر الشرير الرهان عندما انتصرت إرادة الحب بين أوديت وسيغفريد.
عند ذلك تلونت مياه البحيرة بلون الشمس، معلنة نهاية مأساة أوديت ووصيفاتها. واستطاع حبهما القوي أن يقهر رودبارد الشرير ويبطل شره، وعاش سيغفريد مع أوديت حياة ملؤها السعادة والهناء.